النجمة نجلاء فتحي هي ممثلة مصرية واسمها الحقيقي فاطمة الزهراء حسين أحمد. اتولدت يوم 21 ديسمبر سنة 1951 في الفيوم، وهي عندها 15 سنة اكتشفها المنتج عادل المولد ودخلت مجال التمثيل بتشجيع من الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وهو اللي اختار لها اسم الشهرة نجلاء. أما عن حياتها الشخصية فنجلاء فتحي اتجوزت 4 مرات، المرة الأولى وهي عندها 18 سنة من المهندس أحمد عبد القدوس، وفي سنة 1973 اتجوزت من سيف أبو النجا وأنجبت منه بنتها الوحيدة ياسمين، والمرة الثالثة كانت من أمير سعودي واشترط عليها إن هي تمثل فيلم واحد في السنة، وانتقلت بين باريس والقاهرة وبعدها انفصلوا. وفي سنة 1992 تزوجت من الإعلامي حمدي أنديل اللي توفاه الله سنة 2018. لو بتحب النجمة نجلاء فتحي اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس.